للزبائن هدفه تمويل مشترياتهم التي هي مبيعات المنشأة، يعني الكسب الخصم المكتسب لما يعملوا البائع للمشتري. جميل. هو من أجل تحفيز المشتري انه يشتري من الخصم المسموح به مبيعاتي. فبالتالي هو يقول لك اهميه المزدوجه لدى الشركه المشتريه ولدى الشركه البائعه. من جهه هناك تمويل وهناك استثمار. نعم، هذا الذي هو يسمى الاهميه المزدوجه. نعم. يمثل عن اهميه المزدوجه للاهتمام. طبعا نجي الى اهم موضوع وهو تكلفه الاهتمام. مقابل تكلفته في نظريه شروط الاهتمام التجاري. هذه النظرية أنتم ممكن تقرأوها لحالكم، يعني النظرية الأولى ميزة المقارنة بالتسييل والسيولة صفحة 242. يعني وجهات نظر فلسفية إنه الميزة المقارنة بالتسييل والتمييز السعري من قبل الموردين. يعني والنظرة الثالثة نظرة ضمان جودة المنتوج، والرابعة النظرية الأخيرة هي المنتجات بالإيصال اللي هي لا يعني قالب نظري ما له اهميه يعني ايوه ما له تحليل معرفه. نعم اقراها بطريقه سريعه. نجي لموضوع الكلفه وهو اهم حاجه، اهم شيء في الموضوع كلفه الاهتمام التجاري. يعني الذي يبينه هذا سعد انه هذا جانب نظري فني، وهذا التكلفه كاداره عمليه هذه هي منها. تتمثل تكلفة الائتمان المكتسب كتمويل مجاني في حالة بيع المنشأة بسداد قيمة الفواتير خلال فترة الخصم، يعني عند الاستفادة من الخصم خلال العشرة الأيام هذه مثلا، بينما يعد غير مجاني إذا لم يتم السداد بعد انقضاء فترة الخصم. ففي الصفحة 244 يتحمل في مثال تقريبا ايوه في مثال عندما يتطلب شروط التسديد صافي بعد 30 يوم على سبيل المثال في كان هو المثال تقريبا اللي كنا اخذناه هو 3 إلى 10.60 يعني انه امام الشركه فرصه انها تحصل على خصم مقدار 3% اذا سددت خلال 10 ايام هذه 60 خلال فتره الاستحقاق اللي هو 60 يوم. طبعا 10 ايام الاولى اكيد. ها؟ اكيد 10 ايام الاولى اكيد. ها؟ ايوه نعم 10 ايام الاولى. ففي هنا عندما يتطلب شروط التسديد صافي بعد 30 يوم على سبيل المثال فان هذا الشرط لا يفرض كلفة على المشتري بالرغم من أن كلفة الاحتفاظ بحسابات المدينة قد تكون مدمجة ضمناً مع سعر المنتوج. في حين إذا ما كانت الشروط بجزئين فإن ذلك سوف فيزود المشتري بخصم إذا ما سدد خلال فترة أقصر تكون محددة ضمن الشروط اللي هو زي هذا 3 10 30 المثال اللي هنا 30 يعني هذه 30 إلا أنه في هذه الحالة فإن المشتري سوف يتحمل بمعدل سنوي فعال. معنى كلمة فعال أي حسب شروط الاتفاق. صفحة 244 وسط والذي يكون معدلا عاليا تماما، وهذا ما يجعل الائتمان التجاري مصدر تمويل مكلف. يعني أنه إذا ما استفدتش من الخصم. ناهيك عن الكلف غير المباشرة التي سوف تترتب على ذلك كالاسعار الاعلى، تواريخ تسلم اقل، وارضاء في المستقبل. يمكن ان تزيد كلفه الائتمان التجاري عندما تسدد المنشاه في الوقت المحدد، يعني انه اذا لم تستفيد المنشاه من الخاص، اذا استفادت من الخاص فانه مصدر قليل التكلفه. بحكم انه حصل على خصم انت، وبالتالي فهو الان قليل التكلفه. يعني مثلا لو الائتمان المصرفي 10% وجيت انت واخذت ائتمان تجاري وحصلت على خصم 3% ولا 4% معناته كانك اخذت ائتمان مصرفي ب 7%. لكن لو ما استفدتش من فترات الخصم او من شروط الصفقه هذه معناته ان انت خسرت فوق ال 10% اللي تقابل حق البنوك، لانك ستضطر ترجع تاخذ من البنوك وتخسر 10% وتخسر يقول لك الاسعار، يعني انت بعدين وتجي تاخذ قرض من البنك ب 10% وتروح تشتري بضاعه احتمال تواجه اسعار غير.
احتمال تجيب بدل الاسعار ايش؟ غير الذي كان المفروض ان تحصل عليها. هذه تسمى تكاليف غير مباشره. التكاليف المباشره هي تكلفه فرصه الفائده التي تقابل الخصم، تكلفه مباشره. اما التكاليف غير المباشره زي هذه كلها، انه تغيرات الاسعار وتواريخ التسلم برضه، انت ممكن تشتري بضاعه ما تستلمهاش الا بعد فتره. طيب، وتحسب كلفة الائتمان التجاري في حالة عدم الاستفادة من الخصم. إذا نحن أصلاً نحسب كلفة الائتمان في حال عدم الاستفادة من الخصم ولا لا؟ يقول لك عشان نسموش الكلفة في حال عدم الاستفادة من الخصم. بالقانون التالي كلفة الائتمان التجاري تساوي نسبة الخصم على 100 ناقص نسبة الخصم. كلفة الائتمان تساوي كلفة الخصم نسبة الخصم على 100 ناقص نسبة الخصم على 100 ناقص نسبة الخصم. نسبة الخصم مضروب في 360 يوم اللي هي أيام السنة العادية على مدة الائتمان ناقص مدة الخصم. مدة الائتمان ناقص مدة الخصم ناقص مدة الخصم. هذا هو القانون. كلفة الائتمان التجاري تساوي نسبة الخصم على 100 ناقص نسبة الخصم في 360 اللي هي عدد أيام السنة على مدة الائتمان ناقص مدة الخصم. مدة الائتمان 60 اليوم اللي هي مدة الخصم 10 أيام 50 يوم. التكلفة السنوية للائتمان التجاري طبعا هذا التكلفة للمرة الواحدة. أما التكلفة السنوية للائتمان التجاري تساوي واحد زائد كلفة المرة الواحدة اللي هي السابقة كلفة المرة على عدد المرات غلق القوس أس إن الذي هو عدد المرات عدد المرات ناقص عين عدد المرات في عدد السنوات يعني كم مرات 6000 وكم مرات نعم يعني انت هذا شوف هذا القانون يطلع لك كلفة المرة الواحدة البسط عدد المرات الان هذا عبارة عن ايش؟ الدورة دي ايوه عدد المرات يساوي 360 يوم على مدة الائتمان ناقص مدة الخصم يعني 360 ناقص مدة قسمة 50 ناقص مدة الخصم اللي هو هذا هو عدد المرات يعني كأنه هنا نسبة الخصم على 100 ناقص نسبة الخصم في عدد المرات اللي هو هذا مدة الائتمان ناقص مدة الخصم يعني يساوي التكلفة السنوية في عدد المرات. نعم. الآن المثال صفحة 245 تشتري شركة معينة موادها الأولية بشروط ائتمان 12 صافي 30. خلاص قراءتها ليس هذا. ليس يعني أنه الشركة خلال 10 أيام بتصرف 100% أيوه طبق القانون خلال فترات السداد اللي هي 30 يوم. تكلفة الائتمان التجاري نسبة الخصم كم؟ 2 على 100 ناقص نسبة الخصم 2 في 360 على مدة الائتمان 30 ناقص مدة الخصم كم؟ 10 طبعا ال 30 هذه 30 يوم من ضمن ال 10 ايام اللي تقدر تخصم ايوه لان الفترة هي 30 بس تستفيد انت خلال 10 ايام طبعا لاحظوا طلع كم؟ 36.36 إذا هذه الكلفة طلعت لي 36.36 التكلفة السنوية 1 زائدا كلفة المرة اللي هو هذا اللي طلع 36.36 على عدد المرات 18 دول 360 قسمة 20
الذي 360 اسمه 18 الاهتمام هذا القانون هذا القانون هذا القانون 360 مدة الاهتمام 30 ناقص 50 مدة الاهتمام اللي 30 مدة الخاص 10 ايام وهذا 360 نعم يطلع على نعم طبق القانون 360 20 نعم 20 18 18 نعم 18 وش 18 وش 18 ناقص يطلع 43.33 تساوي 43.33 يعني شوف طبعا المتفاعل بالنسبه هذه طيب شوف عندما تكون لا نشوف بس التعليق عندما تكون قيمه المواد المشتراه 50 مليون دينار وقررت الشركه الاستفاده من الخصم النقدي فما عليها الا ان تسدد قيمه المواد المشتراه ناقص الخصم في اليوم العاشر الذي يلي تاريخ الشراء اي مبلغ 49 مليون دينار ويعتبر هذا المبلغ تمويلا ممنوحا من المورد بدون اي تكلفه لمده 10 ايام يعني مليون ريال وصلت الشركه في هذا كانه يعني كانك اقترضت مليون تكلفه فرصه بديله اي طبعا لذلك يعني بدات الصفقات الكبيره اكيد هو طبعا هو الصفقات الكبيره هو مفيد يعني انه الشركات التجاريه والصناعيه الكبرى هي تستفيد من هذه الوسيله. طيب شوف هنا مثلا على هذا الاساس يقول لك هنا في الجدول هذا اذا كان شروط الائتمان 1% لمده 10 ايام من مده سداد مقدارها 20 يوم تكلفه الائتمان للمره الواحده 36.36 والتكلفه السنويه 43.58 واذا كان 1 إلى 10 إلى 30 يوم لاحظوا 18.18 و19.43 وانتم احسبوا هزيل واذا كانت يومين خلال 10 ايام مصافي 20 يوم واذا كانت يومين خلال 10 ايام مصافي 30 يوم نحن اللي خليناها كان ايام يومين نعم يومين و10 ايام 30 يوم في فرق شويه صح هذا لان 20 يوم مش 30 يوم لا 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 البند الاخير البند الرابع الرابع نحن حطينا على الرابع نعم 36.73 اي مطبق نحن طلعناها 36 فاصل كم تكلفه الاثنين للمره الواحده نعم 36.36 نعم والتكلفه السنويه وهذه 43.33 يعني كيف يعني تقريبا هذا تقريبا وش يعني انه بس نحن ما تهمنا نحنش الدقه في الحساب على قدر ما تفهمنا يهمنا فهمنا لا انت في الاخير لما تجي تطبق بياناتك اللي انت تعتمد عليها. هذه كل هذه فوارق تقريب ولا فوارق تبع احسبوها انتم شوفوا لا حسب القوانين عندكم. ها؟ 36.36 اكيد كواقع عمل ها كواقع عمل انت لازم تكون مضبوط فيه. كان في بوفات قال لك الفوارق متوازنه ايوه ايوه لانه المبالغ بالمليون فلما تقول انت معك الفوارق ما استخدم الطريقه اللي قلنا اعمل ثلاثه ارقام بعد العلامه واعتمد اقول لك انت اعملهم كلهم تقترب اكثر ما يمكن ولا حتى تعتمدهم كلهم عادي لا بالآلة بس بالآلة شوف الأسواق العالمية وسوق الذهب وكله يستخدمون ثلاث منازل بعد العلامة أنت تشتغل بس على ثلاث منازل طيب الحين شوف الدكتور اللي بتعمل انه اذا سددته خلال 10 ايام حصلت ستستفيد على الخصم هذا تمام في الحال اذا زاد على ثلاث ايام بتدفع الفائده 36% نعم لانه هذه تكلفته هذا الذي ما بين الذي ما بين ما مليون رقم 11 الى اليوم 30 نعم يعني هذه ما يدفع الفوائد الاخير هذه قيمه الائتمان هذه انت خسراني هذه خساره انت صار خاسر بس ما مش حاجه بتدفع لا انا اشوف دائما في الاقتصاد وفي الاسواق الماليه في حاجتين مهمتين دائما يكون في ذهن الواحد سواء كان صاحب عمل او استثمار او كان محلل او كان دارس حاجتين حاجه اسمها اوبورتيونتي كوست اللي هي تكلفه الفرصه البديله هذه تكلفه الفرصه البديله نعم
هذه انت بتحرم منها، كان ممكن انك تحصل تستفيد من هنا. وفي حاجة ثانية برضه دائما تكون برهانة، اللي هي الانسرتينتي، اللي هي عدم اليقين او عدم التأكد، يعني اللي هي يقابلها في التطبيق العملي التوقعات الرشيدة. يعني لازم يكون عند التاجر او عند المستثمر قوة توقعات رشيدة او عقلانية. يعني انه انت اصلا لما تبني توقع بناء على تحليل قوائم مالية، تحليل وضع اقتصادي، تحليل اساسي، تحليل فني، ما يسمى حتى زي ما قلنا الناس اللي يشتغلوا بالفوركس، هو مش مزاج انك تضغط شراء ولا بيع. لا، انت ما تضغط شراء الا بناء على توقعات. التوقعات هذه منين اتيت بها؟ من الاخبار. مثلا انت متوقع اشتداد التوتر الاوضاع السياسيه بين ايران ودول المنطقه، معناته تتوقع ارتفاع اسعار النفط. هل متى تشتري؟ يعني تتوقع انه النفط سيرتفع تشتري، انت ما اشتريت الا قبل التحليل هذا. طيب لما تشوف الناس كلهم اشتروا النفط، تتوقع ان اسعار الذهب ستنقص، لانه الناس بيحولوا محافظه من الاستثماريه للمعدن او للاستثمار اللي هم يتوقعوا انه سيرتفع، فيروحوا كلهم يشتروا النفط. هنا الذهب يتوقع انه سينخفض، انت عندك ذهب تتخذ قرار بيع وهذا. فلذلك التوقعات بمواجهة عدم اليقين لا مش بالضرورة. شوف تحليل وتحليل الذي يذهب عكس التيار بدون تحليل لا بد من التحليل. يقع العمولات ولا من لا بشطعة. لا بد من التحليل. بس لا اسمع يا ايوه الارض المتمثله وبعدين من الفائده من الشرع. ايوه لما تشوف هيك العامل اللي دخلت في وبعدين النتيجه هذه دخلت في التجربه السنويه اللي هو هذا ناقص عنه واحد، والمقام هو عباره عن هذا. وبالتالي يعني انه المتغيرات التي دخلت في معادله التكلفه السنويه، في معادله كلفه المره الواحده، هي نفسها القرارات او الموافقات التي ستنشا من الشركه المقترضه للشركه المقترضه حول مده الخصم. مثلا موافق على مدة الخصم، موافق على نسبه الخصم، موافق على الفتره الكليه، هذه المتغيرات موجوده لها المعادله. طيب هذا ما يسمى بالائتمان التجاري، والعالم الحقيقه انه هذا يعني هذه الاداه التمويليه قصيره الامد تستفيد منها بعض الشركات الكبيره التي تكون لها معاملات قصيره الاجل باستمرار. يعني انه زي شركه تجاريه تاخذ من التجار يومين ثلاثه ايام قدوا ايش؟ من جديد، قدوا يسجل البضاعه من جديد، فيستفيدوا كثير من هذه الصفقات، بدل ما يروح ياخذ قرض من البنك ويروح يشتري اقدام، لا ياخذ على الاجل من الشركات ويسدد بسرعه. طبعا هذا يعتمد على ما يسمى بالدوره التجاريه عندهم، الشركات الدوره التجاريه الاسرع تعتمد على هذا المصدر ويكون عندها مصدر مناسب من المصادر الاخرى. نجي للنوع الثاني، الائتمان المصرفي. من اسمه مصرفي اي من المصارف من البنوك، وبالتالي فهو عباره عن القروض والسلفيات التي تمنحها البنوك التجاريه لعملائها التجاريين، وهو عباره عن مصدر قرض قصير الاجل. عاده ما تكون معدل الفائده عليه يعني قصير نسبيا، يعني صغير نسبيا معدل الفائده، لانه فترته قصيره. يعني انت لما تاخذ قرض لمده 10 ايام تقول للبنك 10 ايام بس، فيقول لك 3% 4% معدل الفائده. لو تقول له اشتري قرض لمده سنه يقول لك 10%، تقول له اشتري لمده 3 سنوات يقول لك 30 27 هكذا. طيب اذا طبيعه الائتمان المصرفي انه تمويل قصير الاجل، وتفرض عليه معدلات فائده ثابته او عائمه. العائمه، شوف كلمه عائمه يعني غير محدده تعود بالمعنى، غير محدده قررت تعود
معدل فائدة 10% على طول. وفلواتي